كجيل جديد لازم يتفرج على العرض جدا، عشان فعلا هيتعلم حاجات كثيرة جدا احنا ما كناش نسمع عنها. شكرا جدا، اهلا بحضرتك. انا بعمل دور سهير البابلي في بكيزة وزغلول ورايا وسكينة، فطبعا هو دور كبير جدا وانا تعبت جدا في البروفات، بس باستاذ تامر عبد المنعم طبعا هو اللي شجعني، هو اللي وقف جنبي كتير وتعب معايا حقيقي، واستاذ اسلام عباس الميك اب برضو تعب معايا جدا عبال ما عرف يطلع الشخصيه، لاني انا في الاول كنت خايفه وما كنتش مستعده من القلق عشان الدور كان كبير جدا بالنسبه لي. واستاذه سلوى طبعا الهير ستايل تعبت معايا جدا، ومع تجربتي في العرض انا لسه بنوته صغيره عرفت حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها، لان العرض بيتكلم عن نوستالجيا 80 90 الحنين للماضي، فهو علمني حاجات كتير قوي انا ما كنتش اعرفها او ما كنتش بشوفها لانها قديمه بالنسبه لي. بس بصراحه كجيل جديد لازم يتفرج على العرض جدا، عشان فعلا هيتعلم حاجات كتيره جدا احنا ما كناش نسمع عنها. الصعوبات اللي واجهتني ان انا كنت خايفه جدا من راي الجمهور ان انا ما اطلعش قد الشخصيه، بس الحمد لله بوقفه استاذ تامر عبد المنعم جنبي قدر يطلع مني بروفات كتير الشخصيه كويس جدا، وكمان بعد ردود افعال الناس انا اتحمست جدا وبدات اشتغل على نفسي اكتر واكتر ان انا ممكن اطلع حاجه اكتر من كده واحسن من كده. ممكن انا ما جاوبش، لا في طبعا بس بحس ان مش قادره اقول. بص، هو انا بحب طبعا سهير البابلي طبعا، انا عملت شخصيتها طبعا، وطبعا رجاء الجداوي انا بحبها جدا 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 وبتعلم منها حاجات كتير، وعادل امام بحبه جدا. جسد شخصيتها غير سهير البابلي، انا بص انا مش متاكده قوي لان انا مش عارفه وشي ممكن يجيب مين، لان ده يبقى المره الجايه اكيد نتجد. طبعا لا بجد رايك بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، واوعدك لو جات لي انا مش هسيبها عشان خاطرك. طبعا لو شخصيه ناديه الجندي جات لي انا مش هسيبها عشان خاطرك. في كتير وعملت حاجات كتير، بس بصراحة أكتر حاجة استفدت منها نوستالجيا 80-90، لأنها علمتني حاجات كتير قوي أحسن من العالم دلوقتي. يعني حاليا في بقى تيك توك وإنستجرام وحاجات أبليكيشنز غريبة شوية، فلا العرض بصراحة علمني قد إيه حاجات جميلة وقديمة، وإن الناس زمان كانوا أحلى بكتير بجد. اكتر نجم انا نفسي اشتغل مع تامر حسني جدا، كتمثيل. ونجمه ممكن حد من الناس القديمه اللي لسه موجوده حاليا، لو استاذه رجاء الجداوي الله يرحمها كانت لسه موجوده كنت هتمنى جدا ربنا يرحمها بجد، ربنا يخليك جدا. شكرا.